مش كل نجم قدوة، مش كل نجم قدوة. ولا كل قدوة نجم. لا لا ما ينفعش، لازم كل قدوة يبقى نجم. المفروض يكون نجم. هو بقدوته بيتنجم. صحيح. مش نجم انه يرقص ويعمل. يعني الكابتن حسام عاشور، لا هو قدوة ونجم. لكن هتعدله بقى السبعات والثمانيات والتشميس وكده، مش هتلاقي له حاجات من دي، انما هتلاقي له انه راجل مخلص وصاحب ارقام. ما عادش حد هيعرف يشمس حد دلوقتي خلاص. بص يا استاذ ابراهيم، موضوع النقاز ده انا من الاول هيقولوا لي كيوت، هيقولوا لي مش عارف ايه، لا مش صح. خلاص فكره اللعيب اللي يفسخ عقده من جانب لا واحد. لا هو حر في قراره مع الزمالك انك تفضل تحفل عليه عشان مهاره اتمارست عليه، انا ما احبش كده. وهي عموما فكره التحفيل محتاجه يعني شغل كتير الحياه علشان وهو الولد كان محترم جدا لرد ولا عم